المرحلة الثانية من مراحل صناعة الخرسانة هي مرحلة الصب، وتتضمن في البداية طريقة خلط الخرسانة. خلط الخرسانة تعني الحصول على مزيج متجانس من مكونات الخرسانة. طريقة الخلط بتكون بطريقتين، يا إما خلط يدوي أو خلط ميكانيكي. الخلط اليدوي بيكون على لوح خشبي أو على قاعدة خرسانية أو أي مكان نظيف، نحضر مكونات الخرسانة، الإسمنت، الرمل، الحصمة، نخلطها مع بعض ثم نضيف الماء. الخلط الميكانيكي نحتاج خلاطات صغيرة في الموقع أو خلاطات مركزية تأتي جاهزة من مصانع الإسمنت. الهدف من الخلط سواء كان يدوي أو ميكانيكي هو الحصول على خليط متجانس التكوين والقوام في أقل فترة زمنية ممكنة وبأقل هدر في المواد المكونة للخلطة من الإسمنت والرمل والحصمة، وتوزيع الإسمنت والماء على كل حبيبات الحصمة الناعمة والخشنة. خلينا في البداية نبدأ في طريقة الخلط اليدوي، نعرف شروطها وعيوبها وحسناتها. في البداية كيف بتتم طريقة الخلط اليدوي؟ الخلط اليدوي هي الطريقة الشائعة منذ العصور لخلط الخرسانة. لم يكن هناك خلاطات ميكانيكية أو آليات، فكانت طريقة الخلط المتبعة هي الخلط اليدوي. الخلط اليدوي متى أنا بلجأ إليه في الوقت الحالي؟ ألجأ إليه عندما تكون الكمية المطلوب خلطها صغيرة جداً. هلأ هاي طريقة الخلط اليدوي، حط عندك خط مكلفة أكثر من طريقة الخلط الميكانيكي. ليش؟ أول إشي كمية الخرسانة اللي بيتم إنتاجها عن طريق الخلط اليدوي تكون كمية قليلة وتحتاج إلى عمال أكثر، وتكون كمية الخلط غير متوازية مع كمية الصب. بيكون في عندي بتكون الكمية الإنتاج بطيئة جدا مقارنة بالصب. وأيضا عند خلط الخرسانة يدويا يجب زيادة كمية الماء. عند زيادة كمية الماء تقل طبعا قوة الخرسانة. لما أنا بدي أزيد كمية الماء وقلت قوة الخرسانة، كيف بدي أحل هاي المشكلة؟ بزيد كمية الإسمنت، وإذا زادت كمية الإسمنت هذا يعتبر زيادة في التكلفة للخلطة. طيب وين المكان اللي أنا بتم فيه عملية الخلط اليدوي؟ الخلط اليدوي بدي أجهز له مكان للخلط، يا إما بجهز قاعدة مستوية غير منفذة للماء ذات أبعاد كافية، أو أقوم بتجهيز أحواض معدنية واسعة، أو أرض خرسانية تكون جافة ونظيفة. هاي الأماكن اللي لازم أقوم فيها أو أجهزها أو أختارها للخلط اليدوي. كيف بتتم عملية الخلط اليدوي؟ أول إشي لازم أخلط المكونات الجافة وبالترتيب التالي. أول شيء بفرد كمية الرمل، أول مادة من عناصر الخرسانة بفردها في الخلط اليدوي هو الرمل، بفرد فوق الإسمنت وبضيف لهم أو بخلطهم خلط جيد، بخلط الإسمنت مع الرمل، بعدين بضيف لهم الكمية المطلوبة من الحصمة، بضلني أوزع الخليط لحد ما تتوزع الرمل والإسمنت والحصمة بطريقة متجانسة، بعمل منهم زي البركان أو زي مخروط ناقص، بكومهم على شكل بركان أو مخروط ناقص بهذا الشكل. هاي عندي لوح خشبي مثلا، هون اختاروا لوح خشبي نظيف، حطينا الرمل وفي الأعلى منه الإسمنت، خلطناهم بطريقة مناسبة، صار عندي مزيج لونه متجانس، ضفنا إلهم الحصمة وخلطناهم بطريقة متجانسة. باجي بعمل من المواد أكوام، بعمله على شكل كوم، على شكل بركان. بعد ما أعمله على شكل بركان باجي من أعلى فوهته بعمل زي حفرة. هاي الحفرة بصير أضيف إلها الماء زي تجويف في الأعلى، بضيف الماء داخل هذا التجويف، بعدين بصير أقلب
الخلطة من الخارج للداخل بهذا الشكل، من الخارج للداخل، وبمنع الماء إنه ينزل من هاي الفوهة لحتى أمنع نزول الماء والإسمنت لخارج اللوح الخشبي. فبتكون عملية التقليب من الخارج إلى الداخل، وبضلني أقلب حتى أحصل على خلطة متجانسة في اللون والقوام وأحصل على درجة تشغيل مناسبة. هلأ في عندي احتياطات يجب اتخاذها أثناء الخلط اليدوي. أولاً يجب أن يكون المكان الذي تخلط فيه الخرسانة نظيفاً وخالياً من الأتربة. هاي الأتربة والطين تضر الخرسانة، فيجب أن يكون القاعدة اللي بدي أخلط عليها الخرسانة نظيفة وخالية من الأتربة والطين وغيرها من المواد الضارة بالخرسانة. ثانياً، إذا كان السطح الذي تخلط عليه الخرسانة خشباً أو سطحاً جافاً قادراً على امتصاص كمية من الماء، إذا السطح اللي بدي أخلط عليه الخرسانة قابل لامتصاص الماء، يجب أني أرشه بالماء قبل بداية الصب لحتى يكون رطب ومشبع بالماء فما يمتص من ماء الخلطة. ثالثاً، يجب عدم السماح للماء بالخروج من وسط كومة الخليط التي تكون على شكل مخروط ناقص مفتوح من الوسط وعلى شكل فوهة بركان، وإلا جرفت معها كمية من إسمنت الخلط. إذا سمحنا للماء بالنزول من الأعلى سيجرف معه كمية من الإسمنت والرمل وتخرج في الأعلى، ورح يصير في عندي هدر للمواد. خمسة، بعد ما أنتهي من عملية الخلط وأستخدم الخرسانة اللي خلطها في مرحلة الصب، يجب تنظيف مكان الخلط جيدا بعد الاستعمال حتى لا تجف عليه الخرسانة المتبقية. بعد ما أنتهي من كمية الخرسانة اللي قمت بخلطها، يجب تنظيف اللوح حتى ما تعلق عليه بقايا الخرسانة. هذا لوح خشبي نخلط فيه الخرسانة يدويا، وعندنا هاي الصور تبين طريقة الخلط وطريقة نقل الخرسانة وطريقة خلطها وطريقة أو خطوات الخلط اليدوي. ثانيا، سنتحدث عن الخلط الميكانيكي بواسطة الخلاطات الميكانيكية الصغيرة في الموقع. الخلاطات الميكانيكية الصغيرة في الموقع هي شكلها عندنا هون، الشكل رقم 17، هاد عبارة عن خلاط ميكانيكي في الموقع بهذا الشكل. هو عبارة عن خلاط بتم عملية الخلط ميكانيكيا في الموقع، تندرج جميع المواد المكونة للخليط في الموقع ويتم وضعها في مكان قريب من الخلاطة وأخلطه، ثم أنقله عن طريق العربات الصغيرة إلى أماكن الصب. في عندي أمور هي اللي بتحدد لي إمكانية الخلط في الموقع بالخلاطات الصغيرة، يعني كيف أنا بدي أحدد أني أنا أقوم بعملية الخلط ميكانيكي، أجيب خلاطات صغيرة في الموقع ولا أجيب خلاطات كبيرة من مصانع الإسمنت. ففي عندي أمور تحدد طريقة اختيار عملية الخلط. أولاً، إذا كانت كمية الخلط المراد خلطها يومياً قليلة، إجمالاً طريقة الخلط الميكانيكي في الخلاطات الميكانيكية الصغيرة في المواقع تكون إنتاجية الخلط نوعاً ما قليلة. فإذا كان بدي كمية قليلة أستخدمها يومياً فهي صالحة، فالخلط بالخلاطات الصغيرة صالحة في هذه الحالة. وإذا كانت إنتاجية الصب متناسبة مع الكمية المخلوطة في الموقع، إذا كانت إنتاجية الخرسانة متناسبة مع عدد العمال اللي عم بصبوا في الموقع، فهذا يعتبر طريقة فعالة وبستخدمها. إذا أنا كنت طالب أيضاً رقم 3 أو جيم، إذا أنا كنت طالب دقة عالية في العمل، فالعمل بالخلاطات الصغيرة يعطيني دقة أعلى من الخلط من مصانع الإسمنت. ليش؟ لأني أنا براقب جودة المواد اللي أنا بحطها، وبراقب جودة عملية الخلط، وبكون أضع المواد داخل الخلاطة بنسب
دقيقة، فبتكون درجة التشغيل أمامي واضحة، وقوة الخرسانة بحصل على قوة خرسانة بالضبط مثل ما أنا بحتاج. فإذا كان عندي مطلوب دقة في العمل بختار الخلط الميكانيكي في القلابات الصغيرة. إذا كان في عندي شغل مختبرات وأنا بدي أصب في داخل المختبرات من أجل إجراء فحوصات أو بدي أصب عينات من الجسور أو من الأعمدة، فأنا بستعمل الخلاطات الصغيرة داخل المختبرات. أيضا عندما أصب في الخلاطات الصغيرة فأنا أمنع احتمال زمن الشك قبل صبها. في أوقات لما تكون أماكن الصب بعيدة عن أماكن مصانع الإسمنت، ممكن إذا أنا طلبت الإسمنت إحنا بنعرف من أول ما أضيف الماء بعد 45 دقيقة ببلش عندي زمن الشك، فأنا ممكن ما توصل عندي الآلية الإسمنت خلال 45 دقيقة بسبب أي ظرف كان، بعد مكان الصب أو أزمة الطرق، فبالتالي ممكن أنه يبلش زمن الشك قبل ما أبدأ بعملية الصب. ولكن إذا استخدمت الصب في الخلاطات في الموقع فرح أكون أنا مراقب الخرسانة اللي بتم خلطها، ورح أمنع احتمالية زمن الشك قبل صبها وبشرف على زمن الخلط. خلينا نتعرف الخلاط الميكانيكي من شو بتكون. بتكون الخلاط الميكانيكي من وعاء أسطوانة، هاي الوعاء الأسطوانة. هذا الوعاء يكون بداخله زي ألواح، هذا يدور حول محوره، يدور حول محوره، وداخله في ألواح مثبتة من الداخل بتساعد على إجراء عملية الخلط بطريقة منتظمة. الألواح اللي داخل الأسطوانة هاي، طبعا هذا الوعاء يدور حول نفسه وداخل وفي داخله ألواح بتعمل عملية الخلط منتظمة. بعدين هذا الوعاء بتم إمالته لحتى أفرغ المحتويات اللي فيه داخل العربات الصغيرة. وهناك أنواع تساعد فيها ألواح التحريك الموجودة داخل أسطوانة الخلط على دفع الخرسانة نحو فوهة التفريغ. في أنواع عنا الألواح اللي داخلها أيضا لما أميل الأسطوانة عشان أفرغ محتوياتها، هاي الألواح بتساعد على تفريغ حمولة الوعاء لأوعية النقل. هلأ آلية إضافة المواد داخل الخلاطات الصغيرة، لا يوجد عندي قاعدة عامة للترتيب، يعني ما في عندي قاعدة عامة شو أضيف بالأول شو أخلط بالأول مثل الخلط اليدوي، ولكن المكونات النقطة اللي بنشترك فيها بالخلط اليدوي والخلط الميكانيكي انه انا بضيف المواد الجافة في الخلاط وتخلط بشكل جاف بشكل جيد، بعدين بضيف كمية الماء، ولازم انها تضلها في الخلاطة وتستمر عملية الخلط بواسطة الالواح لحتى احصل على خليط متجانس من الخرسانة. هاي عندي شكل تاني، نوع تاني من أنواع الخلاطات الميكانيكية الصغيرة في المواقع. طيب خلينا نشوف هلأ النوع التاني من الخلط الميكانيكي اللي بتم في المحطات المركزية لخلط الإسمنت. كلنا بنعرف عن شركة المناصير لصناعة الإسمنت أو شركة لافارج، هدول الأماكن في عندهم محطات مركزية بتخلط الإسمنت وبتنتج الخرسانة وبتجيب لنا خرسانة جاهزة للمواقع. متى بستعملها هاي الخرسانة؟ إذا كان في عندي مشاريع كبيرة وممكن في مصانع الخرسانة، أو تكون مغذية للخرسانة لمجموعة من المشروعات في آن واحد. كيف بتم نقل الخرسانة من الخلاطات المركزية لمواقع الصب بطرق مختلفة حسب بعد هذه الأماكن أو قربها عن الخلاطة نفسها؟ بحكي لنا إنه المواد اللازمة للخلط بتم توفيرها للخلاطات المركزية بنفس الآلية، وبتم تفريغ الخرسانة بعد خلطها في وسائل نقل مختلفة بطريقة آلية،
وبالتالي في عندي مركز بيراقب إنتاج الخرسانة، بيراقب إنتاج الخرسانة، لون الخرسانة، كميتها، جودتها، بيحدد نسب المواد، نسب الرمل، نسب الحصمة، نسب الإسمنت. هلأ من مميزات هاي الطريقة بخلط كميات كبيرة يومياً، إذا كان في عندي مشروع كبير وبدي أصب مثلاً العقدة، والعقدة بتحتاج لكمية كبيرة من الخرسانة، ما بنفع أخلطها يدوياً في الموقع، أو هو بنفع بس بحتاج إلى زمن وأيدي عاملة أكبر، فبالتالي بطلب الخرسانة الجاهزة، بخلط كمية كبيرة يوميا وبراقب زمن الخلط والمقادير الداخلة فيه. ولكن من عيوب هذه الطريقة أنه أنا بخلط كمية كبيرة من الخرسانة بنفس القوة، لأنه نفس الخلاطة بتنتج لي كمية كبيرة، وهاي الكمية كلها بتكون على نفس القوة. يعني لو كان بدي اختلاف في قوة الخرسانة لنفس الخلطة، فهذا الشيء ما بقدر أنفذه في الخلاطات المركزية. فهاي الطريقة بتكون مناسبة إذا بدي أخلط كميات كبيرة أو متوسطة إلها نفس قوة الخرسانة. هلأ في عندي هون شكل ببين لي الخلاطة المركزية، وعندنا هون طريقة الخلط في محطات خلاطات مركزية.